يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا من آمنتم بالله واليوم الآخر، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. لا تذهبوا ثواب ما تتصدقون به بالمن والأذى، فالفقير المحتاج للنفقة في الأصل منكسر القلب، فهل من الإيمان أن تزيده انكسارا في قلبه بالمن والأذى؟ لا، ليس من الإيمان المن والأذى. قال الشاعر: أفسدت بالمن ما أسديت من الحسن، ليس الكريم إذا أسدى بمناني. وخسارة المنفق الذي يمن ويؤذي بنفقته ليست خسارة واحدة ولا خسارتان، بل ثلاث: خسر الثواب، وخسر النفقة التي أنفقها، وهناك الخسارة الثالثة وهي الأعظم: خسر الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان. قال العديد من المفسرين: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على السائل. وقال عبد الله بن عباس: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على الله تعالى. أتدري لماذا؟ لأن الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد الفقير، فإذا مننت على الفقير وكأنك مننت على الله تعالى، فهذا شبيه بالذي يخرج ماله ليراه الناس فيثنوا عليه، فينفق من أجل رضا الناس لا من أجل رضا الله، وهو لا يؤمن بالله تعالى ولا يؤمن باليوم الآخر. يا له من تشبيه قاسي! ساوى المؤمن الذي ينفق ويمن ويؤذي بنفقته بالكافر الذي يرائي الناس بنفقته. وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين أن يرشدهم لما يبطل أعمالهم، بل لما يحولها إلى النقيض. ثم ضرب الله لنا مثلا رائعا ليوضح الصورة ويجليها للجميع، فشبه الله عز وجل المنفق المرائي غليظ القلب قاسي الشعور بحجر الصفوان الأملس، وشبه نفقته بالتراب الذي يغطي حجر الصفوان، والذي إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للإنبات. ولكن سرعان ما تنكشف الحقيقة للجميع، فإذا هطل المطر الشديد والغزير يذهب التراب ويبقى الحجر أملس لا شيء عليه. وهكذا المنفق المرائي خسر نفقته وخسر ثوابها وخسر الجنة. يا لها من خسارة! لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لأنهم وضعوا النفقة في غير موضعها، والله لا يهدي القوم الكافرين. لإصابة الحق وإلى ما ينفعهم، لأنهم آثروا الكفر على الإيمان. جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل
فتركه صلدا فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.